قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن الاستثمار في صحة المواطن هدف رئيسي نسعى جميعا إلى تحقيقه من خلال تقديم مستوى صحي جيد ورعاية طبية عالية ومعتمدة على أسس علمية تواكب التطور الحاصل في دول العالم المتقدم في هذا المجال. وأضاف الوزير العوضي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر طب الأسنان السابع اليوم السبت أن هذا المؤتمر يواكب برنامج عمل الحكومة في الارتقاء بالمنظومة الصحية في دولة الكويت، وستكون محاوره وتوصياته محط اهتمام الوزراء. تشرفت اليوم بافتتاح المؤتمر السابع لإدارة طب الأسنان، ولا شك أن قطاع طب الأسنان في دولة الكويت وبوزارة الصحة لها دور فريد من نوعه في الاهتمام بصحة المواطن والمقيم الكبار والصغار منهم. هناك العديد من البرامج التي في هذا المجال. اليوم وبعد يعني جائحة كورونا وكوفيد 19 يأتي هذا الافتتاح وهذه أهمية هذا المؤتمر لوجود العديد من العلماء في هذا التخصص وتخصصات نادرة في طب الأسنان للمشاركة والإثراء في هذا العلم، سواء من الأطفال من أطباء الأطفال الأسنان أو الكبار، ومن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. لا شك أن هذا له دور كبير، ونحن في وزارة الصحة أمانة ندعم إدارة طب الأسنان في توجهها، وكذلك التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتأتي ونشوف نتائج وثمار هذا المؤتمر إن شاء الله، ونعمل بالتوصيات التي سوف تنتج عن هذا المؤتمر. شاكر لكم وشاكر لتلفزيون دولة الكويت حضور ودعم وزارة الصحة ومؤتمراتها في هذا المجال.